استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين وعددا من الأهالي وأصحاب الإنجازات والحاصلين على الميداليات في دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 الذين تشرفوا بالسلام على جلالته. وفي مستهل الاستقبال رحب صاحب الجلالة رعاه الله بالحضور الكريم منوها بدور هذه اللقاءات المباركة في تعزيز قيم المجتمع البحريني المتوارثة والتي تؤكد على التواصل باعتباره إحدى العادات الأصيلة التي تعكس روح الأسرة الواحدة وتجسد قيم المودة والتآخي التي تجمع أهل البحرين على مر التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا على الرحم والسعة. يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لنحتفي بالنجاح الكبير والأداء المتميز لدورة الألعاب المدرسية الدولية التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا، ولنعبر للفائزين والفائزات من المدارس الحكومية والخاصة عن مدى سرورنا وفخرنا بما حققوه من نتائج رياضية متفوقة. كما أتوجه بهذه المناسبة الطيبة بشكر الكبير وامتناني العميق لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على قيادتهما الرائعة ومتابعتهما الحثيثة لهذا الحدث الرياضي الدولي الناجح في كل تفاصيله، ولجميع مساعيهم المخلصة في خدمة وطنهم. وأبارك كذلك جهود الفرق العاملة في تنظيم هذه الدورة الرياضية، وفي مقدمتهم سعادة وزير التربية والتعليم وكافة المسؤولين والإداريين والمتطوعين الذين عملوا بجد واجتهاد للوصول بالدورة الرياضية لهذا المستوى الراقي من الإنجاز. ويبقى في القلب تقدير خاص وشكر خالص لأبنائي وبناتي أبطال البحرين الذين تفوقوا في أدائهم الرياضي ورفعوا اسم البحرين عاليا على منصات التتويج في هذا المحفل الرياضي المهم، وهو أداء جسد بدوره المستوى المتقدم للرياضة البحرينية. ولقد كنتم جميعا خير سفراء للوطن العزيز ولكل القيم الحضارية التي نتمسك بها، وأنتم تستقبلون وترحبون بضيوفكم القادمين من أنحاء العالم تاركين الأثر الطيب والذكرى الجميلة في نفوسهم لما وجدوه من حسن استقبال، وهو من خصال أهل البحرين الكرام. فكل التهاني والتبريكات للفائزين والفائزات، وإلى مناسبات قادمة نحتفي فيها بالمزيد
من الإنجازات المتعلقة ببريق الذهب بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تشرف أصحاب الإنجازات والحاصلين على الميداليات في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي استضافتها المملكة مؤخرا بالسلام على جلالة الملك المعظم، حيث هنأهم جلالته مشيدا بما حققوه من إنجاز ونتائج طيبة شرفوا بها وطنهم في هذا المحفل الرياضي العالمي، متمنيا لهم كل التوفيق في الدورات والبطولات القادمة. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، يلقي الآن سعادة الدكتور محمد مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أرفع إلى مقام جلالتكم المعظم أسمى معاني الشكر والامتنان والثناء على تفضلكم باستقبال أبطال مملكة البحرين من أبنائكم وبناتكم طلاب وطالبات المدارس الذين تألقوا في دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024، وحققوا منجزات فردية وجماعية ومراكز متقدمة من بين المتنافسين
من جميع أنحاء العالم. ويشرفني بهذه المناسبة أن أعرب لجلالتكم المعظم عن خالص العرفان المقرون بالفخر العميق على رعايتكم السامية لدورة الألعاب المدرسية الدولية التي احتضنتها مملكة البحرين بتوجيهات ودعم غير محدودين من جلالتكم، وكان لها بالغ الأثر في نجاح هذه الدورة الدولية التي تعتبر الأكبر في تاريخ الرياضات المدرسية، ما عزز مكانة مملكة البحرين المشهود لها كوجهة مميزة لكبرى الفعاليات الرياضية العالمية. إن رعاية ودعم جلالتكم حفظكم الله للتعليم والرياضة والشباب عبر المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها مدارس مملكة البحرين وتوجيهات جلالتكم أيدكم الله بالعناية بهذه الفئة من النشء وتوفير جميع سبل ووسائل نهل العلم والمعرفة واكتساب المهارات الذهنية والبدنية هو ما نجني بسببه اليوم هذه الثمار اليانعة التي استمدت عزيمتها من نور فكركم. فبالأمس القريب شرف أبناؤكم وبناتكم من المتميزين في حقول العلم والمعرفة والتحصيل العلمي بالسلام على جلالتكم نظير ما حققوه من مستويات تعليمية متميزة. واليوم يشرف أبناؤكم وبناتكم ممن تميزوا في الحقل الرياضي وحققوا قدرات دولية متقدمة في دورة الألعاب المدرسية الدولية بالسلام على جلالتكم، تأكيداً لما تولونه حفظكم الله من اهتمام ورعاية أبوية سامية لهم يشعرون بها في نفوسهم وقلوبهم ووجدانهم. سيدي جلالة الملك المعظم، إن الدعم والمتابعة الدؤوبة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما سخرته الحكومة الموقرة من إمكانات لإظهار هذا الحدث الدولي في أبهى صورة، وتوجيهات سموه الملكي بالعناية بالرياضة المدرسية وتخصيص المزيد من الوقت والموارد لها، كانت أساساً متيناً فيما تحقق سواء في نجاح تنظيم الدورة أو في منجزات أبنائكم وبناتكم من الطلاب والطالبات. وقد كان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بكونه القدوة والأنموذج الذي يتطلع إليه شباب وشابات مملكة البحرين، وما حققه سموه وأنجاله الكرام من إنجازات مشرفة ودولية لمملكة البحرين، فضلاً عن توجيهات سموه الدائمة ومتابعته الميدانية لتطوير العمل الرياضي والشبابي التأثير المباشر على عزيمة وإصرار طلاب وطالبات مملكة البحرين في أن يكسبوا هذا التحدي ويرفعوا عالياً راية مملكة البحرين خفاقة. وبفضل المتابعة المباشرة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لعمل اللجنة العليا المنظمة للدورة ولجانها التنفيذية وجميع الكوادر التعليمية والرياضية والتطوعية التي عملت بكل جد واجتهاد، ومراحل إعداد واستعداد الطلاب والطالبات المشاركين في الدورة، فإن النتائج في مختلف مراحل استضافة الدورة كانت مشرفة وحظيت بالإشادة المحلية والإقليمية والدولية. إن هذه الكوكبة من طلبة مدرسة مملكة البحرين الذين توشحت صدورهم بالميداليات لهم ثمرة للمسيرة الخير والنماء في عهدكم الزاهر والزاخر بالإنجازات، وتجسيداً لرؤية جلالتكم فإن تألقهم الذي مكن مملكة البحرين من الحصول على 66 ميدالية وتبوؤ المركز الرابع عربياً والثالث عشر عالمياً يبشر بمستقبل واعد للرياضة المدرسية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، نعاهد جلالتكم على مواصلة البذل والعطاء مجددين لجلالتكم آيات الولاء والإخلاص، ومعبرين عن عظيم الفخر والاعتزاز بخدمة هذا الوطن العزيز في ظل قيادة جلالتكم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، وأن يمد في عمركم
لتبقوا ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد أعرب الجميع في ختام اللقاء عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقبالهم، مثمنين عاليا نهج التواصل الأصيل والدائم الذي يرسخه جلالته مع أهل البحرين، والذي يؤكد مدى الترابط والتلاحم الوثيق الذي يجمع قائد مسيرة الوطن المبارك بأبناء شعبه الوفي، معربين عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين وأبنائها الكرام في العهد الزاهر لجلالته من إنجازات كبرى ومشاريع إسكانية وصروح تعليمية ومرافق صحية متطورة وتوسع عمراني ومدن جديدة في مختلف مناطق البلاد، مؤكدين أنهم ماضون على نهج الآباء والأجداد في الإخلاص والولاء للوطن وقيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها، متوجهين بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الريادية وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية. في مشهد يجسد العطاء الملكي السامي والتقدير العميق لجهود أبناء الوطن، استقبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مجموعة من الطلبة الأبطال الذين حققوا إنجازات باهرة في دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024، حيث حصدوا الميداليات وأثبتوا جدارتهم على الساحة الدولية. لقاء سيد جلالة الملك المعظم اليوم دليل ساطع على اهتمام جلالته بالمواهب والمهارات الطلابية، وما تحقق اليوم في الواقع لطلبة مدارس مملكة البحرين من مستويات متقدمة من حيث التصنيف الدولي في نتائج هذه الدورة، يؤكد الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأبنائه الطلبة وبالرعاية الرياضة المدرسية بشكل خاص، وفي نفس الوقت يعتبر حافز لوزارة التربية والتعليم وجميع الأجهزة المختصة بأن تبذل المزيد من الجهود لحتى تتبوأ مملكة البحرين مكانتها طبعا المعهودة والتي تستحقها فيما يتصل بمهارات وقدرات طلابها على مستوى مدارس مملكة البحرين سواء الحكومية أو الخاصة. دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 شكلت محطة هامة في مسيرة الرياضة المدرسية، حيث أظهرت قدرات الطلاب البحرينيين وتميزهم في مجالات رياضية متعددة. فرصة للقاء سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك البلاد المعظم من قبل الطلبة واللي حققوا إنجازات رياضية، فهذه أكبر دعم وأكبر حافز سواء كان للرياضيين الطلبة أو الرياضيين البحرينيين. اليوم احنا نعيش فترة جدا يعني منجزة، وفيها الحمد لله إنجازات رياضية عديدة وفيها إنجازات على كل المستويات، وهذه ثمرة دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة لكل قطاعات المجتمع وكل القطاعات الحكومية وبالأخص الرياضة. فخر وأن يخلينا أن احنا نبني بميداليات زيادة، وهي طبعا هاي البداية، لحين بعد باقي مشوار طويل إن شاء الله كلها ذهبيات وميداليات بإذن الله. بالنسبة لنا احنا كطلبة أن احنا نتلقى هذا الدعم وهذا التشجيع من جلالة الملك فخر وشرف، وهذا الشيء يعطينا أن احنا نعطي أكثر وأن احنا نشارك في بطولات أزيد، ومو بس شرط على مستوى المدارس، نطمح مثلا على مستوى العالم. هذا اللقاء الملكي يعكس النهج الراسخ لجلالة الملك المعظم في الاحتفاء بإنجازات أبناء الوطن، ويؤكد أن مملكة البحرين ستبقى دائما أرضا حاضنة للمبدعين والمتميزين في جميع المجالات. بالنسبة لي هذا شرف كتحفيز يعني من سيد جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، ففي اهتمام إلى كل الألعاب في البحرين، يعني مو بس إلى لعبة معينة أو فئة معينة، فصاير ما شاء الله كل الفئات إليهم اهتمام. أول شيء بشكر جلالة الملك وأنا وايد فخورة أن أنا حققت مركز في البطولة ISF، وأنا أحس بالشرف أن أنا أكون هني وأن أنا تكرمت، وإن شاء الله بنحقق أفضل في المستقبل. لقاء جميل مع جلالة الملك، وهاي طبعا يوفر لنا التحفيز والدعم أن نواصل في هاي اللعبة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونرفع علم البحرين بإذن الله. لقاءنا بجلالة الملك المعظم قدم لنا وايد أشياء، أحدها الدعم، وإن شاء الله إحنا بعد من ندعم البحرين بنجيب
جوائز أكثر، وإن شاء الله بعد نشارك في بطولات أكثر في كل الرياضات إن شاء الله. يوم ما قصر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة كرمنا، هاي أكيد يعني لي يعني لي وايد هالشيء أنه يعني ميزنا على الناس وما قصر ويانا، أكيد بيعطيني حافز، لأن يعني أكثر شيء يعطيني حافز أن أكمل في اللعبة واستمر ويب إن شاء الله القادم أفضل. يعني لقانا اليوم مع جلالة الملك المعظم جعلنا يعني حافز كبير اليوم نخلينا نواصل في هاي اللعبة واليوم في هاي الرياضة، ونوصل اليوم مو بس على في البحرين وحتى خارج البحرين إن شاء الله. يمثل التكريم الملكي رسالة ملهمة ومحفزة لجميع الطلبة لبذل المزيد والسعي للوصول للمراكز الأولى وحصد الميداليات ورفع علم مملكة البحرين عالياً في مختلف الميادين والمحافل. هذا التكريم الملكي يعكس إيمان جلالة الملك المعظم الراسخ بأن الشباب هم عماد المستقبل، وأن دعمهم وتمكينهم يشكلان أساساً لتحقيق الرؤية الوطنية لمملكة البحرين. عبد الله الحسيني لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.